حياكم الله. طبعا سبب هالظرف هذا، طبعا انا اليوم مرقت على هيك مخبري وسالنا تحليل الدم، حتى حب الكبتاجول اللي عم يشربه، اذا في واحد عم يشرب حبه الكبتاجول ببين. ف باذن الله تعالى هذا الراتب راح، الراتب الجاي ان شاء الله راح اكون انا موجود على التقبيض، وراح نقبض الكل بمكان واحد، وراح يكون معي لجنة فحص المخبر، وناخذ عينات من الكل بإذن الله، وكل واحد قبل ما يقبض بياخذ عينة بول، طبعا بعد تحليل البول عينة بول، وراح نحلل لكل الشباب، للكل من القائد الكبير لا أصغر عنصر، واللي بيطلع بتحليله شيء إيجابي يعني عم يتعاطى شيء، هذا راح يتم حجره مباشرة، راح ينحجر نهائيا ما بيصير يشوف حدا، وراح نعمل له دورة عسكرية ورياضية ومثل سجن، يعني هي ممنوع حدا يشوفه أو يشوف حدا، ممنوع يطلع برا المعسكر لمدة 3 شهور مع علاج بإشراف أطباء.